في جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية تتمركز قصور وأسواق قديمة في واحدة من مدن التراث العالمي وقبلة الحجاج قبل المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والسائحين القادمين إلى السعودية. أنا طبعا من جنوب المملكة منطقة عسير، أول ما أصل إلى جدة لازم أزور وسط البلد منطقة تاريخية. السوق طبعا له مئات السنين، مئات الأعوام، سبحان الله كل سنة يتجدد السوق للأفضل. فيها طبعا بيوت قديمة لأسر معروفة في المنطقة الغربية، فيها المنطقة التاريخية حظيت باهتمام الهيئة العليا للتطوير للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان. يمتلك الناس هنا ذكريات بحجم مباني المدينة المميزة بعمارتها الإسلامية العبقة، حياتهم فيها تمتد منذ مولدهم أو لسنوات خلت عندما أقاموا هنا وشهدوا التغييرات التي طرأت في المملكة. سوق جدة التاريخي يتحدث عن ماضي جدة، وسوق يعني في تاريخ عبق جدة القديم، يعني أهالي جدة طيبين، يعني تحصل أشياء قديمة جميلة، حتى مناظر الشبابيك لو تلاحظ معي يعني مناظر البنايات كلها قديمة ربما بعض الشيء. وبين الأزقة العتيقة يتبضع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب، فهم في جدة وجه السعودية المتجدد. للشرقية نيوز عثمان الشلاش، جدة في المملكة العربية السعودية.